بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك تحضين، لو عندك قص تحضين، أول حاجة القص التحضين زي ما أنت شايف كده، لازم أن يكون القص حجمه كويس ويكون صدره واسع ويكون أول مرة يشتغل. يعني القص دوت أول مرة يشتغل عندي، يبقى أنت تعمل إيه؟ تجيب قص يكون صحتهم كويسة، صدرهم واسع، تحس إن الفرد كده ما شاء الله كويس، صحته كويسة والنتاية صحتها كويسة، ويكونوا اول مره يشتغلوا. يعني دول اول مره يشتغلوا لسه محضر تحتيهم زغلولين. بص على نبص عليهم كده مع بعض. بابا في حيوانات كتير قوي من البيت والنبات، تعرف هما ايه؟ الزغلول استراليات، زغلول استراليات. يلا يلا اطلعي. يبقى احنا نعمل ايه؟ اول حاجة يكون عندنا قص يكون ما شاء الله صحتهم كويسة زي ما انتم شايفين كده اهو، اول مرة يشتغلوا نحضن تحتيهم. يعني انا لو كان عندي صوافة او عندي بولي او عندي اي حاجة كنت ايه؟ كنت حضنت تحتيهم اي حاجة. بس النتاية زي ما انتم شايفين كده نتاية شرسة، الذكر حنين قوي، يعني الذكر حنين جدا. خلاص، فاحنا نعمل ايه؟ اهم حاجة يكون الحمام صحته كويسة زي كده اهو. بص الذكر حنين، نتاية اللي شرسة. يبقى احنا نعمل ايه؟ عايز طيارة؟ اه اقدر اعمل لك طيارة النهاردة. ايوه عندك. انا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.